طبعا في يوم يعني خريفي رائع في صبيحة الأول من تشرين الأول، تصحو المدينة على حركة الطالبات والطلاب ومتوجهين إلى جامعاتهم ولكلياتهم. حقيقة يعني أمر مفرح جدا أن ترى هذه الهمة وهذا النشاط بعد مرور هذه العطلة. تمنياتنا للجميع، جميع الطلاب والطالبات، بالتفوق والنجاح، وأن يكون هذا العام عاما زاخرا بالنشاطات والإنجازات إن شاء الله. رسالة أيضا توجه إلى طلبة جامعة الموصل وطلبة جدة للمرحلة الأولى. والله رسالتي للطلاب، يعني خاصة للشباب، أن يستغلون جميع المهارات لديهم وينموها. يعني الآن زمن المهارات وزمن الإنجازات والنشاطات والتفوق، وليس فقط زمن أن واحد يقضي مرحلة وينتهي، لا، لابد من التفوق الدراسي، التفوق على المستوى الاجتماعي، التفوق على مستوى العلاقات، التفوق على مستوى اللغات، المهارات، يعني يجمع جميع المهارات والأنشطة ويتفوق بها إن شاء الله. مع بدء هذا العام الدراسي الجديد طبعا نحب نهني كل طلبة في كافة أنحاء العراق وفي جامعة الموصل خاصة في انطلاق سنة دراسية جديدة، وإن شاء الله تكون حافلة بالكثير من العطاء والتميز لأجل خدمة المدينة ولأجل خدمة الواقع التعليمي في مدينتنا الحبيبة. وحب أيضا أوجه رسالة لجامعة الموصل إنه يعني المزيد من الدعم للطلبة، المزيد من يعني حركات البناء اللي تعاني منها طبعا أبنية جامعة الموصل. وكما هو معلوم يعني جامعة الموصل هي يعني جامعة عريقة، يعني زاخرة بالكثير من الطاقات والعطاء الإبداعي اللي تشهده مدينة الموصل. فإحنا محتاجين أنه نركز أكثر على إبداعات الشباب، على إبداعاتهم، وأيضا على طاقاتهم، يعني كيفية أخذ هذه الطاقات ووضعها في المسار الصحيح. لأنه إحنا اليوم يعني دعنا أنه عندنا طاقات كبيرة، ولكن لا أحد يدعم هذه الطاقات ولا أحد يعني يقدم لها العناية اللازمة. أمنياتنا في العام الدراسي الجديد مع جامعة الموصل أنه نكون عام دراسي سعيد، ونقدم يعني اللي استفادينا منه خلال العطلة بفضل دكاترتنا اللي شجعونا أن ننمي مواهبنا، وإن شاء الله طعونا جرعة من التحفيزات ونستفاد منها خلال العام الدراسي الجديد. وأحلى استقبال استقبلونا دكاترتنا وتمنونا عام دراسي سعيد، وشجعونا أنه نتفوق بدراستنا طبعا، واليوم سلمنا كتب. زميلاتي وكل كلية التربية للبنات. رسالة للأساتذة ورئيس جامعة الموصل. أشكرهم كثير لأن هم كانوا يعني أكبر دعم لنا خلال مشوار دراستنا والعطلة الصيفية منا، يعني ما تركونا. المزيد من العطاء أكيد إن شاء الله. إن شاء الله اليوم قد ابتدأ عام دراسي جديد، ونحن نهنئ العام الدراسي بأن يكون لدينا أمنيات كثيرة، ومنها أن يكون عام دراسي جديد مليء بالطموحات والأمنيات القادمة. ونحن نسعى بكل يعني جهد مثمر أن نكون في أفضل ما يكون في أعلى مراتب، ونحن ننصح أن يكون في يعني محاضرات يعني نلتزم بها. مثلا اليوم قد تم تسليمنا للكتب، و يعني نحو الافضل ان شاء الله. في البدايه مبارك للطلاب قدوم العام الجديد، طلاب الصاعدين الجديد للجامعه، ونتمنى انه يوفرون خدمات للطلاب داخل الجامعه وخارجها، خارجها من ناحيه النقل من جانب الايمن. طلاب يتاخرون كثير على الجسور، تعرف الازدحامات، وايضا داخل الجامعه خدمات، نتمنى انه خدمات تصير.